تطوير الأمم وتقدمها من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية، ومن خلال مهمة الجامعات في تأصيل المعارف العلوم والمعارف ونشرها، وفي تأطير الرؤى الثقافية والعمل على إيصالها للآخرين. أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم في زمن تتسابق فيه العقول إلى الإبداع واستجلاء المعرفة واستنهاض همم الشباب نحو الكشف والابتكار، في زمن يتسارع فيه إيقاع المعرفة تسارعا يحتاج منا إلى أن نحث الخطى كي نلحق بالركب، فلا مجال أبدا للتواني أو الركود. إن المسؤولية التي تقع على عاتقكم ليست باليسيرة، فهي لا تقف عند حدود نشر العلوم والثقافة فحسب، بل ينبغي أن تتجاوز ذلك إلى مواجهة كل التحديات والمتغيرات المعاصرة، بدءا بإفرازات العولمة ووصولا إلى درء مخاطر التيارات الفكرية التي تتعارض مع قيم وتقاليد مجتمعاتنا. على أن هويتنا الثقافية يجب ألا تكون ذريعة للتقوقع أو الانطواء في أحضان الذات، بل لا بد من المزاوجة الإيجابية الواعية التي تحرص على التمسك بالثوابت، حرصها على الأخذ بأساليب التقنية والإمكانات الحديثة. ويطيب لي أن أكرر الدعوة إلى جميع المسؤولين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين الشقيقين إلى الاستفادة من ثمرة هذه الفعاليات العلمية والثقافية، وتوظيف كافة القدرات من أجل إثراء المجال البحثي والفكري وتطوير الذات، خصوصاً في مجال التقنيات الحديثة، من خلال شراكة استراتيجية بين المؤسسات ذات العلاقة في البلدين. معالي الوزير، الضيوف الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لا يسعني في الختام إلا أن أكرر الترحيب بكم وبالوفد الكريم فوق أرض بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية وفي رحاب جامعاتها. أرحب بكم إخوة أعزاء وعلماء أجلاء، نسير معا وجنبا إلى جنب في طريق التشييد المعرفي والإعمار العلمي والبناء الثقافي، فلكم مني وافر الشكر والتقدير وصادق الدعاء بالتوفيق في هذا النهج وفي هذه المسيرة المباركة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة والأخوات، ونحن نعيش التجربة الجميلة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية الشقيقة من خلال فعاليات الأيام العلمية الثقافية للجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية، ونحن نعايش هذه الفعاليات. يسرنا أن نستمع إلى كلمة الجانب اليمني، يلقي الكلمة معالي الأستاذ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. معالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي الأستاذ الدكتور صادق الطيب أسامة الطيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أصحاب المعالي مدراء ورؤساء الجامعات، السادة الضيوف، الأساتذة الأعزاء، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم، إن كان لا نقول مساء يعني تأخرنا، أسعد الله صباحكم بالخير والبركات. باسمي وباسم جميع المشاركين بالفعاليات العلمية والثقافية اليمنية في رحاب الجامعات السعودية، وباسمي شخصيا، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة السعودية الكريمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية،
وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الأول لرئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير نائب بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة صادق الطيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، وكل مدراء الجامعات السعودية ولكل الأشقاء في السعودية لتكرمهم وتفضلهم باستضافة الفعاليات العلمية الثقافية اليمنية في بلد في وطننا الثاني المملكة العربية السعودية وجامعاتها الموقرة. ونشكر الجميع على دفء المشاعر الاستقبال الأخوي الذي وصلت حرارته إلى أعماق قلوبنا وصدورنا ومنذ لحظة وصولنا إلى وطننا الثاني المملكة العربية السعودية، وكذا على كرم الضيافة الذي غمرنا به منذ لحظة وصولنا إلى المطار. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، لقد بدأت فكرة هذه الفعاليات الثقافية والعلمية إلى الجامعات السعودية والجامعات